المديره حين جبدها لقاها عامره بالدير. قال لي وهذا الذهب يعني ما دياليش وما عرفت اخرى من الحلال، اش غادي ندير؟ كان يدير لها الدير؟ لا لا ما ندير له هذا الحرام، هو يمشي الزاو تم غادي عند القاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي اش دير هذا الوجبه ديال الذهب وسط هذا الغابه في واحد الحفره وانا ما ندخل من هذه الحرام، دركا قول لي اش ندير لها الدير؟ انا الاسم ديالي الزرق محمد، بديت الحكايه الشعبيه 1959 وحاجتي القدره الالهيه بديتها في الرباط، والحكايه الشعبيه سلبتني لان الوقت اللي دخلت ليها لقيت الناس كلهم تيحبوا الحكواتي تيكرموه وتيعطيوه بالحلقه ولا بلا حلقه. هنا بقيت انا تنتسارى فيها، ما خليت فاس مكناس طنجة تطوان الوجدة يعني جميع المدن كلها هي دخلت ليها. وكان ديك الوقت المدينه اللي دخلت ليها تتلقى اربعه خمسه ديال الحكواتيين، يعني كان اقبال وكان في يعني المنافسه حتى عند الحكواتيين. هنا انا جابتني الاقدار سكنت فاس، رجعت لفاس سكنت. الوقت اللي سكنت فاس بقيت بالحكايه الشعبيه وانا نطرم السيره الملك سيف والوهابيه والحمزاويه والعنطريه يعني وفي رشاي الملك. كان فيهم رسالات توعويه وثقافيه من غير انهم نعم كانت الحكايات ديالك فيهم تثقيف المتلقي نعم اكثر نعم. من انهم إن الحكايه راه فيها واحد الوعي نعم. الحكايه كاين الحكايه اللي هي تتكلم لك مثلا على واحد الانسان كان فقير ما عندوش حتى ولا ملك او واحد كان ملك وواحد ملك كان ملك حتى ولا تيسعى، يعني تتبين لك عقوبات الزمن. داك الانسان اللي ما تيخرجش العواقب ديال الزمن اشنو تيتوخر ليه واشنو تيوكل ليه، وداك الانسان اللي تيكون ممر العاقبه كيفاش تتوخر العاقبه ديالو، وداك اللي تكون عنده صنعه واحد الصنعه يعني كيف تتوصلوا ديك الصنعه. بحال هارون الرشيد مثلا نهار فاش حصل عند الكليتي شكو شنو فكو فكتو الصنعه، هو نزلوا راه باغي يدير له كفتان كما تيبيع تيذبح بنادم وتيدير له كفتان. قال لي جيب لي الحرير ولا شهرزاد جاب لي الحرير بدا صايب لي حمالة، هذيك الحمالة اللي تيديروا النساء من هنايا، مشى داك السوق باعها لقى راسو تيصور فيها اكثر من داك الشيء اللي ذبحوه هو ولا باعو. يلاه ما نخليه. ايه هنا انا عارف اش كتب سميتو منقوشه في واحد الحمالة، شاوها في السوق طاروا عليها هذاك قبضوه، قالوا هذا هو اللي عند الملك جبدوه. حنا طلعوها الرشيد اش قال؟ قال الصنعي الا ما غنات تستر وقيلا تزيد في العمر. الصنعي الا ما غنات تستر، الا ما غنات مولاها يبقى مستور حتى يموت، ما عمرو يتخص ولا يتحوز للناس. وحاليا ما كتعتقدش بان الحكايه خانتك يعني تخلات عليك ما بقيتش كتربح بها؟ لا اسمح لي، انا الحكايه درت منها واحد الرسمه كبير، اولا درت منها الاولاد والولاد دروك عندي واحد في الانجليز، عندي واحد في الميريكان، عندي بنت راهي في السعوديه، عندي الولاد الاخرين والبنات الاخرين هما كلهم مجوجين كل واحد بدارو بولادو. هذا هو الرسمه الكبير اللي درت انا من الحكايه، ماشي بحال دوك الحريفيه اللي كانوا حكواتيين وعاس صور واحد العدد كثير ديال المال في الحكايه ونهار مات ما تير في الفندق ولا بقى. حنا ولا الحمد لله درنا اسره كبيره وهاني الان باقي عايش بها، باقي الان الان باش يعني انك استفدتي من الحكايه تاعك وخدمتي الان هاني باقي عايش بالحكايه. انا الان باقي تيجيو عندي الطلبه ديال لافاك وتنحفظهم الحكايه الشعبيه والقواعد ديالها والحركه ديالها وتيترجموها للانجلي وتيحكيوها للنصارى والنصارى تيفرحوا ويصدقوا عليهم ويكرموهم حتى بالفلوس، يعني حكايه بخير وعلى خير الحمد لله. ما كتحس بذاك الحمل الثقيل ان انت اخر رواد الحكايه وخاصك توصلها للجيل الاخر اي انك انت اخر سد هذا هو السبب اللي جعلني باش نجيو انا دوك الطلبه. كان ديك الساعه تيجي الطالب حين تيكون عنده امتحان ولا تيدوز الدكتوره ولا كذا تيجي لعندنا ويعطينا الفلوس باش نحكيو ليه حكايه شعبيه لانه هو تيكون ادبي باش نحكيو ليه حكايه شعبيه. دركا حنا تنجيبوهم هما تيصوروا بها الفلوس، راه الا حكى حكايه فيها 15 دقيقه تنعطيهم 150 درهم اللي تنعطيو فيها.